أنا والدتي عندها حاجة و60 سنة، ووالدي متوفي يعني. فأنا اكتشفت بالصدفة على تليفونها مقاطع مش كويسة، مقاطع إباحية إن هي بتتفرج عليها يعني. حتى طبيعة أخويا الحلقة برضه شاف، النهاردة ليه كده؟ نعم اتفضلي. أخويا برضو يعني شاف الموضوع ده وكده، ولمح لها إن هو عارف إن هي بتتفرج على حاجات زي كده، فهي عادي ما همهاش يعني. المشكلة إن أنا ما يعني لو أنا ممكن أنصحها وكده، ممكن هي تخاصمني وما تكلمنيش وتقاطعني خالص. فإحنا نتصرف في الموضوع ده إزاي؟ لأن أنا بشوفه معاها على تليفونها على طول حاجات مش كويسة خالص، بتبحث عنها يعني وكده. يعني مش ما يمكن ده حد من الأحفاد، يعني اتأكدت ان هو لازم تكون هي الوالدة، يعني يمكن حد من الصغيرين ولا حد بياخد موبايلها، يعني اتأكدوا من النقطة دي. لكن لو ثبت فعلا ان الأمر دوت وكده، نصح الأب والأم في الأخطاء الشرعية واجب طبعا، ولكن بأسلوب، يعني برضو أراعي الرفق معاهم وراعي الأمر دوت لا يرضى الله عز وجل هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى كذا، ده زنا العين، الفرج يصدق كل ذلك او يكذبه، اشتهاء القلب وهكذا. ده لو هي، يعني ده لو هي، طبعا احنا لا ننكر فرق سن ولا بتاع، ب 65، واعرف جدة 65 وتزوجت، يعني لا ننكر الاحتياج. لو هي تحتاج لزواج افتحوا على، انا عارفه ان الامر ده غير يعني مستساغ، ما مره عملنا عليه حلقه وحصل قلق كتير، امر غير مستساغ. يقول لك جده ازاي؟ والله اعرف جدات 55 و65 سنه وتزوج. لو هي الامر في مازال عندها الامر ده، اعرضوا عليه الامر شرعي، لو في حد كويس وابن حلال ومناسب وكده، وانتوا سالتوا عليه. اعرف بيوت واعرف رجال يعني كبار ابوه او امه ويقدموا لهم على هذا الامر، واقدموا فعلا على الخطوه دي. لكن النصح بالراحه بالراحة، ونطلع بره إطار إن أنتي وإن أنتي بقى فيش الكلام ده، بالراحة، ونبين الخطأ الشرعي فيه وعواقب الأمر ده عند ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان في بديل هي محتاجاه افتحوا معاها، ما يمكن محتاجة حد يتكلم معاها، وشوفي هي عايزة إيه، والدعاء أدعو الله سبحانه وتعالى لها بالخير، ولكم اللهم آمين. آمين.